بمبادرة من الفصيل الطلابي لحركة الإصلاح والتجديد حول موضوع حساس ويكتسي أهمية قصوى وهو التعليم. كنظن بأنه لا حاجة للتذكير بأن قضية التعليم قضية تهم يعني كل شرائح المجتمع وتهم الدولة بالأساس، ولا يمكن عمليا أن نرتقي بالتعليم من دون تضافر جهود الجميع. والشيء الإيجابي هو أنه هناك وعي. طبعا نحن نعي بأن هناك أعطاب وهناك مشاكل، ولكن بذات الوقت هناك إنجازات. فأن يكون هناك لقاء هذا ينم عن وعي وتبصر، ومثل ما يقال لا نهاية للكمال ولا حدود للفضيلة. طبعا لا يمكن أن أستبق هنا هذا اللقاء، وأنتظر طبعا أن تكون هناك لقاءات، ولكن أظن بأنه ينبغي أن نعي المنجز وأن نعي كذلك يعني التحديات التي تقع على كافة يعني مكونات الدولة والمجتمع. وإذا تم تضافر الجميع أعتقد جهود الجميع يمكن أن نتغلب يعني على هذا الملف، لأن قضية ديال التعليم قضية مثل ما قلت استراتيجية ومحورية، وبالأخص في الظرفية اللي احنا كنعيشوها، أن العالم كيشهد تغييرات كبرى، والمغرب كذلك عمل واحد المجموعة ديال خيارات استراتيجية، فلازم التعليم يواكب هذه الخيارات الاستراتيجية اللي قام بها. ومرة أخرى أجدد الشكر لكل من كان وراء هذه البادرة. عبد الصمد حجيوز، الكاتب المحلي لمنظمه الطلاب فرع الرباط. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اولا هذه المحاضره اللي متأطير الدكتور حسن اوريد تحت شعار التعليم بالمغرب رهان حضاري، هذه المحاضره اللي جات من بعد سلسله من المحاضرات والندوات واللقاءات التربويه والتكوينيه والحلقيات النقاشيه اللي كتقوم بها منظمه الطلاب فرع الرباط، اللي بالهدف الاساسي ديالها هو رفع منسوب الوعي لدى الطلبه، وكذلك تقديم اجابات اللي ما كتكونش مقدمه في التكوين الاكاديمي. فبالتالي منظمه الطلاب جاءت لتعزيز هذا الجريب لدى الطلبه. وما المحاضره اللي كاينه اليوم من تاطير الدكتور حسن اوريد الا سؤال وجواب على هذا، خصوصا ان النقاش الان طائر حول التعليم العمومي بالمغرب والتعليم العالي بالخصوص، وكذلك النظام الجديد النظام ديال البكالوريوس، وحتى النقاش الدائر اللي كان من بعد يعني من بعد ظهور الجائحه ديال كورونا، التمسنا حنا كطلبه وكعموم المجتمع ان التعليم رافعه مهمه في هذا المجتمع. فبالتالي هذا هو السياق العام لهاد المحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم. خبل أخريف، مسؤولة اللجنة الإعلامية بالمكتب المحلي لمنظمة جديد طلابي. ننظم اليوم محاضرة للدكتور حسن أوريد بعنوان التعليم بالمغرب رهان حضاري، وتأتي هذه المحاضرة في إطار جملة من الأنشطة التي تنظمها منظمة جديد طلابي طيلة الموسم الدراسي، في إطار أو بهدف جعل الجامعة مشتلا للعلم والمعرفة، وأيضا لخلق جو بين الطلبة للنقاش الجاد والتفاكر. شكرا جزيلا.